السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعينا الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في أتم الصحة والعافية. خوتي وحبابي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، التعاليق، البارتاج، بارتاجيو وانتم الفيلم عاد نداوه من جديد. إخواني أخواتي، السلسلة عاد بدات. يا خوتي وحبابي، أفضيحة من العيار الثقيل لبيت مونا المغنية الحمزاوية اللي قطعت الواد ونشفو رجليها. وانتوما بغيت نلفكم سيدي ربي الحبيب، واخوتي وحبابي، والفيلم غيبدا من الاول. وبنا ترقية وعمرهم يتوبوا، عمر بنا ترقية ما يتوبوا، اولفوا الاجرام والاجرام عندهم ساري ليهم في الدم، ساري ليهم مع العرق ديالهم. عمرهم يتوبوا ولين على الشيطان. وبنات رقية ومولات الغربال، انت كي حسيتي يا ناري؟ كي حسيتي منين درتي هاد الجريمة؟ كي حسيتي منين بغيتي تحطي السطوري في الحساب ديال التشهير والابتزاز ونطي حطيتيه في الحساب ديال اختك الموثق من طرف الانستغرام ديال المغنية الكبيرة، المغنية الكبيرة ديال السطوحة والكاباريات اللي يعطيوها الشرف على تربيحتها. قولي ليا كيفاش حسيتي، منين تعاود السيناريو قدام عينيكم، منين بغيتو تطلعوا لايف في الحساب ديال المغنية الحمزاوية وطلعت اختك المكلخين، ربعت المكلخين في حساب حمزة مومبيبي عبر سناب شات. خوتي وحبابي، بنات رقية راه ما يحشمو ما يعرقو، جالسين يتعاطوا مع عباد الله ويشهروا في الناس ويفضحوا ويبتزوا في الحسابات الوهمية على أساس أنهم هما المناصرين ديال الحمزاوية الشيخة ديال السطوحة. وانتوما راه هما بكل الحميم والشحميم جالسين يشهروا ويفضحوا بعباد الله، وانتم راه هذا الحساب اللي تعاود تحط فيه السطوري اللي تحط من طرف مولات الغربال في حساب اختها على الانستغرام، عاودات حطاته مولات الغربال في الحساب اللي مخصصينه للتشهير والابتزاز وفضح اعراض الناس اللي ما مخليينش بعدا لا في الفنانه سعيده شرف، ما مخليين فيها لا البقره ولا هادي ولا هاديك ولا يخليك، ما مخليينش فيها بالسبان والتعرق في الفنانه سعيده شرف، ايضا السلطانه اللي ما مخليينش من جهدهم في التشهير بسلطانه في الحسابات الوهميه من طرف المغنيه ومولات الغربال. وايضا ما نساوش السيد المناضل الحقوقي المحترم السيد سي محمد المديمي، حتى هو مسكين في الحبس وما مهنيش من طرف هاد الحسابات الوهميه اللي كتسيرهم المغنيه والاخت ديالها مولات الغربال موسى، مولات الغربال اخواني اخواتي اللي غرقت اختها تاني. يا ناري وغرقتي اختك، ويا ناري الليله تباتي تاكلي في العصا، وتباتي تاكلي في العصا. انا بغيت غير نعرف واش داكم النعاس ولا ما داكمش. والفرحه الفرحه 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 والفرحة واش دارت فيكم، ويا فرحة وما تميت ما تماتش لكم الفرحة حتى على خير باش تعرفوا راسكم شدكم الجهل وشدكم السعر. السلامة غتغني في مسرح محمد الخامس بحال طلعتي غتغني لنا استغفرت الله العلي العظيم بلا ما نقولها خوتي، بلا ما نقولها. يا ناري هو المغنية الخنزاوية تريكت حمزة مون بيبي، وساري لكم تشهير وفضح أعراض الناس والابتزاز، ساري لكم في الدم وساري لكم أعظامكم. وقلنا السيدة راه واقيلا صافي قرصها الحنش، قرصها الحنش ولا تخاف من الحبل، صافي هادي والتوبة ما باقيش تشهر وتفتح الناس، خلي على الحسابات الوهمية اللي كيناصروها ماشي مشكلة، هادو قايمين بالغرض ولكن هي منويناهاش، لا منويناهاش إخواني أخواتي. قلنا الحبس أو طلعوا الهبط في المحاكم، يا ناري الشوها والكوميساريات والفرقة الوطنية، الفرقة الوطنية. عتقوا راه بنات رقية وباقي ما بغاو يتوبوا، وولفوا طلعوا ونزل في الكوميساريات وفي المحاكم، والمحابسيات باقي ما بغيتوش تنعلوا الشيطان، باقي ما بغيتوش تتوبوا.
منين تفتحتو تفتحتو وتشوهتو تتشوهتو والعالم شاف ستوريات في الحساب ديال المغنيه اللي غنات في المسرح والمسرح دخل عليك مباركم سعود يا ولد والمسرح دخل عليك مباركم سعود وما عطلكش شي لا رجال البلاد ديال المسرح شي لا رجال البلاد المسرح وراه غناو في غش الشرفه غناو في داك المسرح غش الشرفه ولالياتي ومالاتي اما انت غنيتي فيه وما تعطلتيش حق مولانا ما تعطلتي والحمد لله من عندكم داكشي كيخرج ما دخلنا لكم تليفوناتكم ما خدينا لكم سكرينات من تليفوناتكم ما هكرنا لكم تليفوناتكم ما بيراطينا لكم تليفوناتكم ها من عندكم كلشي تيخرج من عندكم وربي تيبغي يشوهكم وربي تيبغي يفضحكم لان قلوبكم سودة 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 ومنيلة سودة يا حبيبتي قلوبكم سودة وكحلة ودنوب ديال الناس اللي حقاتوا عليهم وظلمتهم ودخلتهم للحبس حق مولانا الكريم اللي خرجوا لكم طريفة ولفتوا 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 تشهروا بعباد الله وتفضحهم وتبتزوهم ويلك مكو على الحساب ديال المشبوهة الحمزاوية يا حسرة قالت لك هي مغنية وفي الحساب ديالك كتكتبي القوادة في الحساب ديالك كتكتبي تقولي على الناس قوادات ويلي استغفرت الله العلي العظيم يا والله إلا قالت لي سبعة رجال وشنو عطاوها سبعة رجال صيفطوها تغني في المسرح ديال محمد الخامس هو ما عطلوهاش شي لا سبعة رجال شي لا ابو عبيد الشرقي شي لا مولاي ابو شعيب رداد شي لا مولاي عبد الله شي لا الاولياء الصالحين سير الله يمسخك سير الله يمسخك تتولي قرضك كيما البارح هو باقي نطردقو في عينيكم ومخرج لينا النقافات ديالها اليوم قال لك حقه ما حقه حقه والواد داك الحساب ديال التشهير والابتزاز الخاص ببنات رقيه اللي شهروا فيه وابتزوا فيه وفضحوا عباد الله فيه حقه والواد راه هو اللي كتب داك الستوري داك الحساب اللي كتبوا فيه داك الستوري وطاقه والمغنيه وحقه والواد المغنيه رجعت ليهم الطاق المغنيه رجعت لهم الطاق من نيتكم دابا هاد العالم كامل اللي تفرج في ستوريات ديال مشبوهتكم كلشي الناس حوله كلشي الناس كيكذبوا كلشي الناس ما كيفهموش على مغنيتكم اللي نزلت لينا من السماء السابعه الحوله ديالكم اللي كتضرب وتزقل ما عارفينش حتى فين يحطوا ستوري تلفوا تلفوا تلفهم سيدي ربي الحبيب تلفهم وتلفوا اخوتي وحباباتي تلفوا وانتم حق مولانا الكريم الا طلقنا منكم والله الا طلقنا منكم الا ما نعصركم عصير الجفاف والمغنيه والمغنيه وموسى مولات الغربال موسى مولات الغربال تي اختك حق مولانا الكريم الا كتموتوا علينا كتحبونا شي نتوما نتوما اللي كتقلبوا علينا نتوما اللي كدويونا نتوما اللي كديروا هاي الزلق فيها جمل نتوما اللي كتقيلوا تقلبوا علينا كتحبونا ندويو عليكم ولكن والله تنعصركم عصير الجفاف ونشتفو عليكم شتي في المناط ونشركم نشر التصبين ونوريوكم المغاربه الحران علاش قادين ايوا دابا نتوما كتقولوا لنا بانكم تعلنون الحرب على الشعب المغربي يعني نتوما كتحاربوا مع المغاربه ما بقيتوش كتحاربوا عبيناتكم الفنانين مع بعضياتهم لا دابا انتي وليتي انتي واختك وانتي والتريكه الحامضه ديالك وليتو كتحاربوا مع الشعب المغربي وكتحداو الشعب المغربي الربع ديال الحبس يلي ما كتحشموش وما كتستحياوش يا الربع ديال السيوفه والجناوه والله يا زبرمكم الا طلقنا منكم حق اللي ليه الحق اتيك ما تيقتي داك المسرح ديال محمد الخامس عمرتي بعباد الله يسحب لك راه جايين بخاطرهم خوتي وحبابي عندكم تضحك عليكم خوتي وحبابي وعندكم تضحك عليكم وعندكم راه المغالطات ما كنبغيهاش تمرر اخواني اخواتي راه دوك الناس اللي كانوا في المسرح عندكم تغرركم اعاده 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 والشوها والهيلاله في وسط المسرح اويلي على المسرح كيمشيو له على الناس الكلاس المسرح كيمشيو ليه على الناس النخوه والمسرح كيمشيو ليه عدوك ودوك غير الناس الكلاس
ها الخنزوية وربعتها البارح هم عايطين لينا على هاجوج وما جوج، هاجوج وما جوج، السكوندال دايرين في المسرح، السكوندال دايرين في المسرح إخواني أخواتي، وكل واحد عاطيهم تيكي وجايين باش يقولوا إعادة إعادة ويديروا السكوندال في وسط المسرح. وانتم هذاك رشيد شو تلف وبقى كيقول لهم هادشي بزاف، هادشي بزاف، ورا فعلا هادشي بزاف، فعلا هادشي بزاف، لانه دوك الناس راه ماشي جايين لخاطرهم، اولا هاد الناس باغيين هاد المغنيه باش يجيو يتفرجوا فيها، وهاد الناس راه جايين مخلصين، ورا الناس هما مخلصين باش يجيو، ماشي هما خلصوا باش ياخذوا لي تيكي باش يجيو، ورا عندهم التيكي وعاد عندهم الخلاص فوق التيكي باش الله وعسى يبغوا يجيو ليها. ديك صوت الباطل دارت ليها ستي، ورا ستات ليها داكشي بحال لا ستات ليها مطيشه والبطاطا، وجابت لها عباد الله جوج وما جوج، ها موصياهم باش كلشي يغوت، كلشي يغوت وكلشي يقول إعادة إعادة، وكنبغيوك وكنموتو عليك. ها انتي هادشي صحاب لك راه ما تيوصلناش، راه انتي باش كتغدي حنا كنتعشاو، باش كتفطري كنتغداو، وديروها غا زوينة، ديروها غا زوينة، الدنيا راها صغيرة وكلشي كيوصل. إخواني أخواتي لنا الخبر ولكم التعليق، باقي مستمرين في هاد الفضيحة وحنا راه ما غنسكتوش، والله اللي شانو عظيم الا سكتنا، والله ما نسكتو على هاد الفضيحه وهاد المهزله، هادي هاد المهزله الكارثيه اللي وقعت من طرف الحمزاوية ومولات الغربه اللي توحشتي الودايا، توحشتي الودايا بغيتي ترجعي ليها، وراكي كتقلبي على باش ترجعي ليها، والله ما نسكتو ولا نسدو فمنا، وحنا مع زبورمكم تنشوفوا هاد الحريره الناقصه ديالكم، الحريره الخامجه ديالكم فين غتوصل. اخواني اخواتي عطيوني البارتاج، اللايكات، دوبلو التعليق، عطيوني الراي ديالكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، خليت لكم الراحه والسلام عليكم.